امجاد تحيه بحضراتكم من جديد، وبستقبل دلوقتي بعض من لاعبي فريق شباب النادي الاهلي. هنتعرف معاهم عن قرب دلوقتي، وهنتكلم معاهم عن مشوار النادي الاهلي في بطوله الجمهوريه اللي حسموها قبل انتهاء البطوله باربع اسابيع. عايز كل لعيب من حضراتكم يعرف نفسه بقى لجمهور النادي الاهلي، اسمه، مركزه، بقى له كام سنه في النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه انا مصطفى صبحي عبد الفتاح، مواليد 98، في النادي الاهلي من 2006، يعني بقى لي 13 سنه. مركزك ايه؟ بلعب هاف يمين او هاف شمال. هاف يمين او هاف شمال. شفنا دلوقتي وبيعرضوا هدف احمد الشيخ في المباراه الاخيره، انت اللي عملتها يا مصطفى. الاسيست. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود ابراهيم، الشهير بمشو عماره. اسم الشهرة ايه؟ مشو عماره. مشو عماره. ثالث سنه ليا في الاهلي. كنت بلعب في الجونه من حوالي سبع سنين في الجونه. قرب المايك. بلعب مدافع. سيرد باك. ده مين اللي جابك من ثلاث سنين؟ كابتن سمير كمونة مع حضرتك طبعا. ده الهدف بتاعك، دي مباراه الزمالك النهائيه، الاهلي والزمالك. الجول الثاني. كنت شايف فيه اصرار في المكسب، في الفوز، انكم تكسبوا الزمالك. احنا كنا المفروض نكسب كتير، بس هو التوفيق جه معانا في الجونين دول بس. بس الحمد لله يعني كسبنا وادينا اداء مميز جدا، ونهينا الموسم بشكل كويس الحمد لله. ما هي دي مهمه جدا. هروح بعديك مصطفى. يلا مصطفى. مصطفى عزت. بلعب ديفندر وهاف رايت وهاف ليفت. اول سنه العب ديفندر مع كابتن عادل. من اول السنه هو اللي قال لي هتلعب معانا السنه ديفندر وكده. كنت اول يعني مره كابتن عادل هو اللي غير مركزك. كنت اول مره العبها. بقى لي في النادي تقريبا 6 سنين. ما لعبتش ديفندر خالص غير اول سنه السنه دي. كنت بتلعب تحت المهاجم على طول. والحمد لله شاركت بشكل كويس. شاركت في 30 ماتش من 34. ودي اول بطوله ليا في النادي، والحمد لله قدرنا ان احنا ننهي الموسم بشكل كويس، وبان احنا نكسب الزمالك 2-1. ودي مفيش نهايه للموسم احسن من كده بصراحه. اخبار محمود ايه؟ كويس الحمد لله. مصطفى عزت اخو محمود عزت، طبعا يعني مدافع سموحه. مصطفى ما شاء الله برضو من اللاعبين المميزين في شباب النادي الاهلي. هنروح لبعديك الامير. الامير حسام، 97، ديفندر وباك ليفت. بقى لي في النادي 7 مواسم الحمد لله، من 2013. طبعا انا السنه دي مركزك، انت كنت تلعب على طول ديفندر يا امير. السنه دي تم توظيفك في حته الباك ليفت دي. في كذا حته يعني الحمد لله. لعبت باك يمين برضو، لعبت سرد باك في الدوري. كابتن عمرو انور الحمد لله وظفني في كذا مكان، قال لي لازم تلعب في كذا مكان وكده عشان يبقى عندنا حلول في الملعب كتير. فقدرت ان انا يعني اظهر بشكل كويس في المكان ده. احمد حاتم بعد ما تم اعارته وهو بيلعب باك ليفت، تم توظيفك انت في الحته دي. تمام. خاصه في الدور الثاني كمان. تمام يا كابتن. واجدت فيها بشكل كبير كمان. الحمد لله مشيت بشكل كويس. كنت موجود في المباراه الاخيره بتاعت الاهلي والزمالك. الحمد لله. تمام. سيف. انا سيف الدين سيد. حارس مرمى، مواليد 2000، بس متصعد مع فرقه الشباب في 97. ده هنيجي بقى لعمليه التصعيد المهمه جدا. يعني احنا لو بنتكلم عن قوام فريق شباب الاهلي، ممكن نلاقيه مثلا 11 او 12 لاعب، المواليد 97 او 98، لكن عمليه التصعيد كانت مستمره. يعني سيف حارس مرمى مواليد 2000 وكان بيتم تصعيده مع فريق 97. انا من اول موسم متصعد مع فرقه السبعه، ما نزلتش ولا مره فرقه ال 2000. وجيت النادي عن ان انا جيت اختبرت، وكابتن عادل عبد الرحمن شافني وهو اللي خدني معاه في الفرقه، هو كابتن ابراهيم عبد العزيز طبعا. بس انت مع زمايلك طبعا، مصطفى شوبير برضو مواليد 2000، واحمد طارق سليمان مواليد 2000، وانتوا الثلاثه كان بيتم تصعيدكم دايما لفريق شباب النادي الاهلي. بالظبط كده. المشاكس اللي بعديه. اول حاجه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكابتن اسامه حسني على الضيافه الجميله دي. انا اسمي هشام شعبان ابراهيم، بقى لي 7 سنين في النادي، 6 سنين في النادي، وبحمد ربنا على البطوله وبشكره. كم هدف السنه دي يا هشام؟ جايب 8. 8 اهداف. بس انا عشان عملت عمليه اتصبت، قعدت شهرين، بعد كده رجعت تاني الحمد لله. كان في اصابه في 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 المشوار. كنت عامل الفتق الرياضي ده. كان طلع كلام في نص الموسم كده، هشام شعبان هرب، هشام شعبان راح السعوديه، هشام شعبان ما وقعش للنادي الاهلي. يعني هشام شعبان موجود معانا النهارده، عايزك تتكلم عن الواقعه دي، خاصه ان يعني في ناس كتير اتكلموا عنها في البطوله. يعني لا مفيش والله يا كابتن، انا ابن النادي الاهلي، وبعدين انا قبل ما اسافر السعوديه كنت عامل عمليه. وطلعت رحت عملت العمره، كنت طالع اعمل عمره، واستاذنت من الجهاز الفني وقال لي روح عادي مفيش اي حاجه، هي بس طلعت اشاعات ان انا مسافر هربان رايح امضي الانديه هناك. لا خالص، مفيش الكلام ده خالص، انا موجود. وقبل ما امشي جددت عادي على بياض 4 سنين. تمام.
بسام. اولا انا بشكر حضرتك، بشكر كل عاملين في قناه النادي الاهلي، تعبتوا معانا السنه دي، كنتوا بتجولنا كل الماتشات، كنت بتدونا دافع ان احنا نظهر بشكل كويس، نوري جمهور النادي الاهلي ان في لعيبه تقدر تشيل اسم النادي وتقدر تفرح جمهور النادي الاهلي. انا بسام قعود عيد، بلعب باك رايت من 2011 و2012 في النادي الاهلي، بقالي 8 سنين. الحمد لله كسبت البطوله السنه دي، كانت بطوله مهمه جدا. انا لسه جاي طبعا في شهر واحد، كان تم عرضك للداخليه وجيت في شهر يناير. جيت في شهر يناير كده من الداخليه، لعبت الحمد لله من الدور الثاني كله، لعبت كل ماتش الدور الثاني. في كنت تلعب مساك يا بسام، تم تغيير مركزك. مساك وديفندر. لا السنه دي كنت تلعب باك رايت. قبل كده كنت مساك وديفندر. مساك وديفندر. بعد كده رجعت طبعا مع كابتن عادل، كلمني وفاجئ ما كملش، قعد اسبوع ومشي. كابتن ياسر طبعا موظفني في الباك رايت وقدرت ان انا العب، وطبعا بشكر كابتن ياسر وكابتن عمرو انهم قدروا يساعدوني ان انا العب كل الماتشات، والحمد لله على البطوله. وطبعا عايز اقول حاجه، خلص العزاء كده لاهالي اللعبة نور، ربنا صبر اهلها ويسكننا في سعادتها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. معانا مصطفى الياس. اتشرف حضرتك كابتن اسامه، وانا مصطفى الياس علي المرغني من محافظه الدقهليه، بقالي 11 سنه في الاهلي وبلعب باك ليفت وسيرد باك. شاركت انت مع 97، انت مواليد 2000 يا مصطفى. انا مواليد 2000. وشاركت كمان برضو مع الفريق الاول السنه دي في مباراه وديه مع الفريق الاول. لعبت مباراه مع الفريق الاول ماتش جمهوريه شبين، لعبت اخر ثلث ساعه كده معاهم والحمد لله كنت كويس. والسنه دي لعبت مع ال 97 وال 99 وال 2000. اكيد خبرات كبيره طبعا، يعني انت مواليد 2000، بنبارك لك طبعا. برضو انت خدت بطوله 2000 مع فريقك، وبرضو دي البطوله الثانيه ليك في الموسم 97، اكيد احتكاك قوي مع 97 وخبرات كبيره، خاصه انك تلعب يعني بطوله جمهوريه، ففي احتكاك قوي يا مصطفى. طبعا اكيد، وكل واحد يعني الواحد لما يكون صغير ويلعب مع فرقه اكبر بياخد خبرات منها، ولاعيبه لعيبه 97 لعيبه كلها لعيبه كويسه وقريبه من الواحد يعني، والحمد لله الواحد بياخد خبرات منهم والحمد لله. تمام، هنروح بقى لبسام. عايز اسال بسام عن يعني في مشوار البطوله، خاصه انت جاي كمان متاخر في يناير بعد ما قطعت الاعاره، اصعب مباراه كانت يعني في الدور الثاني ايه؟ والله احنا كنا بننزل كل مباراه مركزين جدا، كنا بنتكلم مع بعض احنا لازم نكسب المباراه دي، لازم البطوله دي ما يعني تطلعش من النادي الاهلي. كل مباراه كانت صعبه، بس هي كان فرقه معينه مثلا زي المقصه كانت مباراه صعبه جدا. المقصه كان بينافسكم اللحظات الاخيره. كانوا ماشيين معاك بالظبط كده. فقدرنا المباراه دي كان يعتبر هي اللي جابت لنا البطوله، ان احنا ركزنا جدا قبل المباراه وقدرنا نكسبها الحمد لله. وطبعا مباراه الزمالك طبعا اخر مباراه دي الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب. كنا مركزين جدا، وكان اسبوع المباراه كله احنا مركزين لازم نكسب المباراه دي، دي اهم مباراه في الدوري. تمام. عشان طبعا دي مباراه اهلي وزمالك، مباراه قمه، دي البطوله لوحدها، فالحمد لله قدرنا نكسب تمام. هشام شعبان، كنت شايف عندكم اصرار خاصه في المباراه الاخيره، يعني تم خلاص انتوا خدتوا اللقب من قبلها باربع خمس اسابيع، لكن مباراه الزمالك كنت حاسس انها رد اعتبار لكم، خاصه انكم خسرتوها في الدور الاول، وكانت هي المباراه الوحيده اللي انتوا خسرتوها، فكان حاسس ان في يعني واخدينها يعني بحماس وبتركيز شديد انكم تكسبوا الزمالك في المباراه الاخيره. طبعا يا كابتن، المباراه الاولانيه احنا خسرنا من الزمالك، لازم نعوض في المباراه الثانيه. ماتش اهلي والزمالك دي زي ما بسام قال كده بطوله خاصه لوحديها. اجتهدنا الاسبوع كله، قفلنا على نفسينا ونازلين ان احنا نكسب. كابتن عمرو انور قعد معانا وكابتن ياسر ان احنا البطوله دي بطوله خاصه وبطوله لوحديها، وخاصه دي ان احنا احتفلنا بيها باخر ماتش في البطوله. تمام. ان احنا قلنا ان احنا البطوله الماتش ده لازم نكسبه، خاصه اللي حصل معانا في الماتش الاولاني، ردينا اعتبارنا الحمد لله وكسبنا 2-1. تمام. سيف، عايز بقى يعني ابرز الحاجات انت اتعلمتها خاصه مع عمليه التصعيد، دايما حتى لو ما شاركتش كتير او ما شاركتش السنه دي، لكن حته تصعيدك دي اكيد تديك خبرات كبيره برضه. طبعا الواحد استفاد كتير قوي طبعا من التصعيد مع فرقه كبيره زي فرقه 97 ومعانا لعيبه كبار جدا، وطبعا استفدت كتير جدا من زمايلي اللي كانوا معايا، كابتن ابراهيم عبد العزيز طبعا وكابتن هشام. فالحمد لله يعني الواحد قدر يستفاد منهم بشكل كويس جدا، والحمد لله قدر يطور من نفسه. انا كان في اول اهداف المشوار كان هشام شعبان، ده اول هدف ليك يا هشام في مباراه الاسماعيلي، انت فتحت مشوار البطوله باول هدف. كانت اول هدف كان في ماتش الاسماعيلي، الماتش ده كان مع كابتن عادل عبد الرحمن وكسبناه 5. الماتش ده كسبناه 5. كسبتوه 5. ده اللي اداكوا دفع في بدايه المشوار. ده اللي ادانا دفع، قعدنا نكسب لحد ما وقعنا في ماتش مصر المقاصه. مصر المقاصه. طيب عايز اروح لامير هشام. يعني امير هشام من بدايه الموسم تعاملت طبعا مع الكابتن عادل عبد الرحمن، وتعاملت مع الكابتن عمرو انور، الامير حسام.
اتعاملت مع كابتن عادل عبد الرحمن واتعاملت مع كابتن عمرو، ايه بقى استفدت ايه من كابتن عادل وكابتن عمرو؟ هما الاثنين طبعا مدربين كبار، بصراحه استفدت طبعا من الكابتن عادل عبد الرحمن، وكان معاه كابتن كرم وكابتن ياسر اول الموسم، استفدت منهم بشكل كويس جدا في ممكن يعني في حته بره الملعب كمان، في حته الكلام كان بيتكلم معاه كتير، استفدت منه بشكل شخصي يعني، خدت من شخصيته حاجات كده برضو يعني، مشيت معاه طول الموسم استفدت منه كتير. والكابتن عمرو انور طبعا جه اتكلم معايا في اول الموسم، في اول ما جه يعني الدور الثاني، وظفني في كذا مكان، قال لي عشان احنا بنلعب بكذا طريقه في الماتش ذات نفسه ممكن نغير الطريقه، فيقول لي مثلا العب ديفندر، العب باك ليفت، العب سرد باك، فدي حاجه كويسه يعني ليا، وان انا العب في كذا مكان يعني. تمام، هروح لمصطفى عزت. مصطفى عزت انت شاركت برضو مع الفريق الاول السنه دي يا مصطفى في بعض المباريات؟ لعبت ماتش ودي معاهم. كان ماتش تقريبا ماتش اللي هو فرقه كده من الدقهليه تقريبا. طيب دلوقتي وانت بتقولي دلوقتي ان الكابتن عادل وكابتن عمرو وظفوك في كذا مركز، هل ده برضو بليه تاثير ايجابي خاصه النهارده ممكن تطلع الفريق الاول ممكن المدرب يقول لك لا انا مش شايف مصطفى عزت طبعا ممكن يلعب باك ليفت، ممكن يلعب تحت المهاجم، فهل انت استفدت فعلا من حته توظيفك في كذا مركز؟ اكيد طبعا، انا في الاول ما كنتش حابب ان انا العب ديفندر. كابتن عادل لما جه يتكلم معايا قال لي اللعيب اللي بيلعب في كذا مكان الفرصه بتبقى اسهل بالنسبه له، والمدرب بيبقى قدام المدرب على طول ان هو يستفاد منه في كذا مكان. فقلت له بس انا يعني المكان كان جديد عليا وما كنتش حابب ان انا العب فيه لان هو بيبقى فيه جري كتير والكلام ده. فهو قال لي واحده واحده هتتعود وكده، بعد مثلا ماتشين ثلاثه بدات تتاقلم على الوضع الجديد. فهو قاعد معايا قال لي شفت اللي انا كنت بكلمك فيه، قال لي بدل ما كنت تلعب احنا دلوقتي مثلا لو في ماتش واقفه معانا في هاف ولا حاجه هروح مطلعك وانزل ديفندر تاني مكانك وكده عشان يبقى في مرونه في التكتيك والكلام ده. وده شيء مهم جدا انك انت تلعب في كذا مركز وتتعلم. وهو كان دايما بيتكلم معانا، اصلا كان يقول لنا ان الكوره مش تمرين وكده، الكوره محاضرات وكلام دلوقتي زي اوروبا والكلام ده. تمام، هنروح بقى لميشو عمار. ميشو انت او يعني المباراه اللي انتوا خلاص حسيتوا ان البطوله بدات تقرب من النادي الاهلي، خاصه البطوله دي غايبه بقى لها 5 سنين عن شباب النادي الاهلي. بالظبط، ماتش مقصه احنا كنا الفرق حوالي 13 نقطه. بس لما ما حصلش نصيب في ماتش الزمالك اللي هو الذهاب. فين في المقصه والمقصه عندكم؟ الاثنين بالظبط، هم كان الدور الاول كان نقط قريبه بس احنا الحمد لله كسبنا يعني الماتش اللي زي ده ب6 نقط اللي احنا بنوقعهم احنا برده بنكسب برده الثلاث نقط. وبرده ماتش الدور الثاني كانت النقط بعيده برده، كان حوالي 10 نقط بس لازم نزود يعني عشان نبعد الفرق عنهم، وهم بقى يشوفوا المنافسه بين الثاني والثالث. احنا خلاص يعني الحمد لله ربنا كرمنا وبعدنا بشكل كبير يعني. تمام، شاركت في كام مباراه السنه دي فاكر؟ شاركت حوالي 22 في اول الموسم، ما لعبتش 4. وبعد كده لعبت والحمد لله حوالي 8 ماتشات، وبرده صعدت مع الفريق الاول برضه، طلعت مع الفريق الاول ماتشين وجبت جول في ماتش الاتصالات الجول الخامس. والحمد لله ادينا اداء مميز يعني الحمد لله. طيب هروح بقى لمصطفى صبحي، يعني اللي عمل هدف كان حلو جدا لاحمد الشيخ في المباراه الاخيره اهلي وزمالك، ومصطفى صبحي برضو من اللاعبين المميزين في فريق شباب النادي الاهلي بالرغم ان هو مواليد 98 وبيلعب مع 97. كلمنا بقى عن الهدف اللي انت صنعته يا مصطفى. معانا الهدف على الشاشه دلوقتي بيتعرض. والله يا كابتن الحمد لله يعني انا يعني انا عندي ان انا اعمل اسيست احسن ما اجيب هدف، يعني انا بحب دايما اصنع اهداف. يعني دي بتبقى يعني ببقى سعيد جدا. فيعني انا بعملها كتير جدا يعني، كنت بعملها في المنتخب وكنت وعملتها بعملها مع الفريق دايما، بعملها كتير يعني من زمان يعني. بس فاكيد يعني انا ربنا وفقني فيها. شاركت في كام مباراه النهارده في الموسم يا مصطفى؟ شاركت في 17 او 18 مباراه. الدور الاول كان يعني قابلني سوء توفيق يعني، ما كانش عندي توفيق مع استفدت من كابتن عادل كتير جدا طبعا، بس ما كنتش موفق معاه في الاول. بس بعد كده في الاخر يعني ختمت الموسم ختام كويس. مع كابتن عمرو انور طورني جدا واستفدت منه بخبراته، فادني كتير وتعلمت منه حاجات كتير يعني. تمام، عايز اروح بس لمصطفى الياس في الاول هناك، يعني مصطفى برده من اللاعبين المميزين بيلعب باك ليفت وتوج مع فريق 2000 ومع 97. الاقوى 97 ولا 2000 في البطوله؟ 97 طبعا. 97 طبعا.
ولعبت كمان مع 99 ولعبت مع يعني 99 ما شاء الله كنت لعب 2099 و97 كان بيتم تنسيق طبعا على طول يا مصطفى. طبعا انا في الاول كنت مع 97 مع كابتن عادل بس ما كنتش بشارك، فكان على طول كنت بنزل العب مع ال 2000 ومع ال 99. بعد كده لما بدا الدور الثاني كابتن ياسر رجب كان مسك 97 فترة وكان أحمد حاتم راح إعارة فما كانش فيه غيري، فلعبت بدأت لعبت مع 97 لعبت 8 ماتشات معاهم لغاية ما اتصبت في ماتش بيراميدز كده وقعدت فترة يعني في قعدت فترة ما كنتش بتمرن ولا بلعب بس، والحمد لله رجعت ولعبت مع 97 لما رجعت ولعبت مع 9 وال 2000. تمام. أنا بشكرك يا شباب على الإنجاز اللي أنتوا عملتوه، فعلا إنجاز يستحق الاحترام. فريق شباب النادي الأهلي ما شاء الله أديتوا مباراة قوية، وأنا بشكركم أنكم شرفتونا النهاردة في برنامج الأشبال. هنروح دلوقتي لفاصل، هنروح لفاصل وبعد الفاصل هستقبل أيضا بعض لاعبي فريق شباب النادي الأهلي. خليكم زي ما أنتم. جول 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 جوه جول، اول للنادي الاهلي. عدت كريم، كريم كريم يسددها بدري، عدت الجبالي الجبالي الجبالي، جول 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 الجبالي. هنشوف احمد حمدي ورقه الجزاء، احمد حمدي جول 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 جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي عن طريق صاحب القميص 34 الكاريزما بتاعت النادي الاهلي احمد حمدي، يضع هدف اول للنادي الاهلي. مصطفى يرجع مره ثانيه لعمار حمدي، عمار التمريره مع ياسر ريان. هنا الدكتور علاء متولي بيقول لي كابتن عادل عبد الرحمن ايضا لاعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي لعب في نادي الاتحاد، يضغط مره ثانيه زي ما قلنا تلاقي لعيبه ونجوم كثيره ارتدت قميص الفريقين. اتلعبت من كريم، جول 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 الا جول يا دور، والسلطان احمد ياسر ريان. ارجع يا مخرج اللقاء هات لي الروايه والحكايه، رايح لمين؟ رايح للكابتن تامر حفني ورايح للكابتن احمد ناجي. ياسر ريان هات لي، هات صاحب الروايه والحكايه، هات الكروس العرضي والكره العرضيه الجميله من اللاعب كريم يحيى. يا ولد يا ولد يا كريم على الكره العرضيه والتحرك النموذج، مين بيقطع مين بيعمل مال، كلها امور تدريبيه وجمل بيتم تحفظها من خلال الجهاز الفني. وادي التصويبه يا ولد يا ولد، جول 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 جول، هدف اول لنادي الاتحاد. يا سلام صاحب الهدف، ادي الهدف اللاعب صاحب القميص رقم 13 محمد عادل. هنشوف ريان حائط بشري وريان، ريان جول 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 جوه جول احمد ياسر ريان. ما اروعك ما ابدعك، والله اغني لك واقول لك ما امتعك. يا سلام يا ريان. وايضا معانا برضو بعض من لاعبي فريق شباب النادي الاهلي اللي توجوا بالبطوله قبل انتهاء باربع اسابيع، وهنبتدي طبعا دلوقتي مع احمد عبد الله عيد. انا مدير اداري فريق الشباب. اول سنه السنه ده، اول سنه جمهوريه واول سنه فريق الشباب. فريق الشباب اصغر اداري في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تمام. انا اصغر اداري في القطاع ومعايا زمايلي كتير استفدت منهم كتير، وكلهم بيبقوا معانا، كلنا بنساعد بعض وكلنا بنشجع بعض في شغلنا، ما حدش بيبخل على حد في حاجه خالص. تمام. مشوارك انت او شغلك بيبتدي قبل الموسم، عمليه القيد والاستعلام والكلام ده من بدري قوي، من اول ما التشكيل بيتم احنا بنبدا بالاستعلام بتاعنا بشغلنا بقيد اللاعبين، بنحط القائمة الأولى بتاعتنا ونحضر بقى شغل الموسم كله. تمام. هنروح للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الشباب فريق 97 في النادي الأهلي. تمام. طمنا بقى، الحمد لله كان في إصابات السنة دي مشوار البطولة. يعني هو الحمد لله الفضل لربنا سبحانه وتعالى في الأول، يعني تقريبا ما كانش عندنا إصابات اللي هي الإصابات العنيفة، الرباط الصليبي، الغضاريف، الحاجات دي. معظم الإصابات كانت إصابات عضلية الحمد لله، برضو كانت معظمها من الأنواع الخفيفة اللي كان اللاعب بينزل بعدها فترة صغيرة جدا. يعني الفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكان معانا برضو جهاز طبي كان على قدر المستوى، الدكتور محمد حسن وكابتن محمد السيد، كان ليهم دور كبير جدا. كان ليهم دور كبير جدا معانا في ان نتفادى اصلا ان يحصل اصابات، وده الحمد لله نجحنا
احنا فيه والحمد لله انجزناه. يعني ده مهم جدا انك تتفادى الاصابه في عمليه الاستشفاء يا دكتور، خاصه ان في وقت من الاوقات تبقى المباريات مضغوطه. بالظبط كده. وده كان الهدف الرئيسي بتاعنا، وده اللي احنا اشتغلنا عليه كتير جدا والحمد لله نجحنا فيه. الحمد لله كان عندنا عدد قليل جدا من الاصابات، والحمد لله كانت معظم الاصابات كانت بترجع بسرعه جدا الحمد لله. تمام، هنروح للاعب يوسف علاء كابتن الفرقة 97 فريق شباب. الأول بس أحب أشكر حضرتك كابتن أسامة وقناة النادي الأهلي على المجهود اللي من أول السنة، إن إحنا الماتشات كلها كانت معظمها بتتذاع لايف مباشر، ده برضو حاجة كويسة إن هي تبقى أول قناة تذيع مباراة الشباب لايف ومباشر. أنا عايز بقى أسألكوا بقى يوسف، يعني أول سنة السنة دي مباراة الناشئين أو مباراة الشباب النادي الأهلي تتذاع على الهواء مباشرة، ده أثرها عليكوا إيه، خاصة انكم يعني بداتوا تبقوا قريبين خلاص من الفريق الاول، والسنه دي كمان النادي الاهلي عمل ان فريق الشباب النادي الاهلي مرتبط بالفريق الاول. واحنا من اول السنه كان الكلام برضو الكابتن علي كان بيقول لنا ان احنا يعني فريق الشباب هو يعني زي ما تقول ان احنا مع الدرجه الاولى في كل حاجه، معاهم في كل حاجه، في ترابط بين كابتن عادل بنعرض اول اهدافك في الموسم دي مباراه الاسماعيلي. ده ماتش الاسماعيلي كسبنا 5-1. احرزت انت هدف؟ احرزت هدف ولا هدفين؟ اثنين. احرزت هدفين. بس فكان في من اول السنه الحمد لله اهتمام بينا كبير جدا، حتى من القناه برضو ان الماتشات تتذاع دي حاجه كويسه لينا. تمام. بس فاحنا دي تبقى زي تعود برضو ان احنا ما نطلع فوق ان شاء الله، ما يبقاش في رهبه من اي حاجه. بقالك كام سنه في النادي الاهلي يا يوسف؟ انا من 2004 بقالي 16 سنه. 16 سنه ما شاء الله. نروح بقى للهداف، هداف النادي الاهلي فادي فريد. كان تم عرضك يا فادي لفرقه الجونه اول 6 شهور. اول 6 شهور وانت رجعت في يناير وما شاء الله هداف الفريق في 4 شهور. الحمد لله. طبعا في البدايه بشكر حضرتك على الاستضافه دي، وبشكر اداره القناه على المجهود اللي عاملاه مع الفرقه من اول السنه. يمكن انا كنت في الفرقه فرقه الجونه من اول الموسم، وكنت بتابع الماتشات، يعني كنت مبسوط بحاجه زي دي. حتى لما عرفت ان انا هرجع الفرقه كان حافز ليا ان انا اكمل مع الفرقه اللي هم عملوه من اول الموسم. الحمد لله قدرت ابقى اضافه قويه للفرقه، وقدرت احرز اهداف مع الفرقه في اهداف مؤثره. بشكر طبعا زمايلي وبشكر الجهاز الفني على المجهود اللي عملوه. هدفك في سموحه ده من الاهداف الحلوه، هدفك في سموحه. السلم عمل فيها مجهود كويس. نزل كان جون برضو كسبته المره دي كام؟ 1-0. 1-0 كان الجون في الدقيقه 92 او الدقيقه 93. روح الفنان. ده رابع يعني. ماتش او خامس ماتش يعني في الدور الثاني اللي انا حضرته ان احنا نكسب في الوقت البدل الضايع يعني. تمام. طب قول لي بقى هروح نسالها لصلاح، هو بقى اللي حضر من اول البطوله. هروح لفارس. فارس انت مواليد كام يا فارس؟ انا مواليد 2000 يا كابتن. 2000. بتلعب مركزك ايه؟ بلعب باك رايت، والسنه دي لعبت مع فرقه ال 2099 وال 97. ما شاء الله، يعني لعبت مع 2099 و97. اكيد استفدت وانت مع 97 برضو، احتكاك قوي، اعمار سنيه اكبر. اكيد طبعا، كل ما العب مع فرقه اكبر مني بستفاد خبرات اكتر مع اللعيبه ومع المدير الفني كابتن عمرو طبعا وكابتن ياسر، يعني بشكرهم على ثقتهم طبعا ان انا اكون معاهم بشكل مستمر في الموسم طوال الموسم كله. يعني بصراحه يعني حاجه كويسه جدا طبعا. شاركت في مباريات رسميه؟ شاركت. تمام. طب كويس، يعني انت النهارده فارس ده حصل على بطوله 2000 منطقه القاهره، وحصل على 97 مع شباب الاهلي. مظبوط. تمام، هنروح بقى لصلاح اوتاكا. صح، ده اسم الشهره. صلاح اوتاكا. صلاح اوتاكا بقى لك كام سنه في النادي يا صلاح؟ 6 سنين. 6 سنين. مركزك ايه بقى؟ عايز اعرف جميل النادي الاهلي بصلاح اوتاكا بيلعب مركزه ايه؟ بلعب نص ملعب. نص ملعب. مكان حسام عاشور. مكان حسام عاشور. طب انت بدل جبت سيره حسام عاشور، اكيد بقى بتتعلم بقى من حسام عاشور. طبعا بتعلم منه كل حاجه، وبتفرج عليه دايما عشان اتعلم منه. اخبار السويس ايه؟ قول لي. لا كل حاجه تمام. كل حاجه تمام. تمام. صلاح من محافظه السويس، يعني من اللاعبين المميزين داخل شباب النادي الاهلي. لعبت انت المباراه الاخيره، مباراه الاهلي والزمالك؟ الحمد لله تمام. اديت فيها بشكل رائع انت. الحمد لله تمام. وكلنا طبعا الفرقه كلها اديت بشكل رائع. الحمد لله، انا كان المفروض ان نكسب اكتر من كده، بس الحمد لله. طب قول لي بقى، وانت في مشوار البطوله اصعب مباراه قابلتكم او اصعب فريق قابلكم في البطوله؟ اصعب مباراه قابلتنا المقصه في الدور الاول اللي هناك. المقصه اللي كانت في الفيوم. انتهت بفوز النادي الاهلي على 1-0. كان احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان. لما كسبتوا المباراه دي حسيتوا انكم بتقربوا من البطوله؟ الحمد لله، احنا واخدين كل حاجه بشكل جد من البدايه. الحمد لله يعني ما خسرناش الماتشين، بس الحمد لله كنا عارفين ان احنا ناخد بطوله. تمام. هنروح بقى للمنتقل الجديد للنادي الاهلي، يوسف الجبالي. يوسف الجبالي يعني كان المفروض يكون في النادي الاهلي من 3-4 سنين، صح كده يوسف؟ بالظبط. لكن انت جيت السنه دي واديت مع فريق شباب النادي الاهلي برضو اداء مميز. مركزك ايه يا يوسف؟
هو انا بلعب هاف رايت او هاف ليفت، والسنه دي برضو شاركت مركز باك رايت وشاركت برضو فيرود كويس، بس انا يعني مركزي الاساسي هاف، يا اما رايت او ليفت. تحت المهاجم؟ لا تحت المهاجم ما لعبتش فيها كتير، بس يعني على الاطراف اكتر. شايف الهدف ده اللي انت حرزته ده؟ اه في بيراميدز. ده في بيراميدز انتهت المباراه دي، كانت بفوز الاهلي على ما اعتقد 2-1. كسبنا 2-1. كانت مباراه مهمه في مشوار البطوله دي. طبعا كانت مباراه مهمه قوي، كان اول مره نلعب بيراميدز، يعني كان من ساعه ما النادي ده اتاسس يعني، فكان كان ماتش مهم جدا. وكان يعني نتيجه 2-1 برده بينت قد ايه الماتش كان صعب، بس الحمد لله قدرنا نكسب يعني الماتش. جبت الهدف انت بعد نزولك ب 10 ثواني اول ما نزلت على طول. كان ساعتها الحمد لله يعني ربنا موفقني جدا في الفتره دي، كنت على طول انزل كتبديله وبجيب على طول جول من اول لما بنزل، فكانت حاجه كويسه الحمد لله يعني. تمام، عايزين نعرف بقى مين اللي موجودين في صراحه الناشئين. صلاح، قول لي بقى اليوم في صراحه الناشئين بيعدي ازاي يا صلاح؟ طبعا صراحه الناشئين كلها اخوات، يعني زي ما حضرتك عارف كلنا اخوات جنب بعض في كل حاجه، بتحصل مشاكل بنحلها كلنا مع بعض، الحمد لله ما فيش اي مشاكل في صراحه الناشئين. تركيزك كله دايما مع الفريق الشباب وبيسهلوا لك كل حاجه. طبعا تركيزك كله بيبقى مع الفريق وكل حاجه بتبقى بتتسهل بكل حاجه. تمام، نروح لفارس. فارس، مين مسلك الاعلى في الفريق الاول؟ كابتن احمد فتحي طبعا. احمد فتحي؟ طبعا مسلك، مع انك بتلعب في مركز غير احمد فتحي. لا انا باك رايت زيه. باك رايت برضه. ايه اللي بيعجبك في احمد فتحي؟ طبعا رجولته في الملعب واخلاصه للنادي طبعا، يعني بيلعب قليل قوي لما تلاقي حد بيلعب بالروح اللي هو فيها دي. الروح القتاليه، وهي دي دايما اللي بتميز النادي الاهلي على مدار السنين، هي روح الفنيه الحمراء، وشفناها كمان في مباراه طلائع الجيش في الثواني الاخيره، النادي الاهلي بيحرز اهداف. مظبوط. وانتوا كمان في اكيد في مشوار البطوله في مباراه كانت حاسمه في اللحظات الاخيره. اكيد طبعا، زي اخر مباراه سموحه دي، الجون كان في الدقيقه 94 اعتقد، فرق معانا جدا في نحو مشوار البطوله يعني. طيب مباراه سموحه، يبقى جنبك فادي فريد اللي احرز الهدف. اتكلمنا هو بقى عن الهدف. لا والله، وكان الماتش يعني احنا ضاغطين فريق سموحه من اول الماتش، وحطيناهم في نص ملعبهم عملنا ماتش كويس، بس كانش فيه توفيق. اخر مثلا 10 دقايق كده محمود السلمي نزل، لاعب فلسطيني، لاعب فلسطيني، عدى في كوره، عدى من واحد والتاني، واتحركت انا عكسه، لعب الكوره، انا لمحت الجون طالع وهو جاي، رحت حطيتها من فوقيه. اكيد اللي عرف في بدايه الموسم اديتك خبرات يا فادي. طبعا يا كابتن، يعني انا بشكر طبعا النادي، انا دي ما كانتش اول اعاره ليا، بشكر النادي ان هو بيوافق على الاعارات وان هو بيطلعنا ناخد خبرات. انا طلعت في مره الشرقيه طبعا، كانت فايده ليا، كان مع كابتن عماد النحاس. كان مع كابتن عماد النحاس، وطلعت 6 شهور برده السنه اللي بعدها كان فريق النصر العماني، وخدت معاهم بطوله الكاس، كاس سلطان قابوس هناك. والسنه دي طلعت برده اول 6 شهور الجونه، فطبعا بتفيد يعني، بتلعب باحتكاك بيبقى قوي، وبتحتك مع لعيبه درجه اولى. فبترجع بيبقى يعني الكلام ده بيرجع عليك بفايده. فاكر الهدف ده فادي؟ ده في مباراه بيراميدز، كنت ضيعت ركله الجزاء. لا ضيعت ركله الجزاء، عوضت الهدف. الحمد لله. طيب هنروح بقى ليوسف علاء. عايز يوسف علاء برضو من اللاعبين المميزين في شباب النادي الاهلي، ما شاء الله 16 سنه دلوقتي. عايز اعرف طموحاتك خلال الفتره الجايه. طموحاتي دلوقتي يعني الفتره دي ان انا يعني العب مع الفريق الاول ان شاء الله، وبعدها ان شاء الله نروح المنتخب والاحتراف ان شاء الله. انك تكون موجود مع الفريق الاول. تمام، ان شاء الله تاخد الفرصه وان شاء الله تمسك فيها، وزي ما بقول لك هتجي لك الفرصه، هتجي لك يعني، وجات لك الفتره اللي فاتت وانت اديت بشكل رائع، لكن عايزك دايما لما تجي لك فرصه تكون جاهز ليها. لا ان شاء الله كابتن، يعني الفرقه كلها عامله سنه كويسه، وان شاء الله اي حد هيطلع فوق يبقى جاهز ان شاء الله. تمام، نروح للدكتور محمد ابو عبله. احمد ابو عبله، بداتوا تجهزوا الموسم الجاي ولا لسه مش عارفين؟ السنه الجايه في 97 ولا في 97؟ والله هو احنا لسه مش عارفين بالظبط احنا هنبدا امتى وهنبدا ازاي وهيبقى فيه ولا لا. انما هو احنا ان شاء الله باذن الله جاهزين، واحنا حتى احنا متابعين مع اللاعبين بتوعنا من دلوقتي، ومتابعين معاهم طول الايام اللي جايه لغايه لما نبدا الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. تمام، عايزين بقى نروح للاصغر اداري في قطاع الناشئين، احمد عبد الله عيد. انا صراحه نفسي يكون موجود في 97 الموسم الجديد، خاصه ان كمان ليهم منتخب اولمبي، فلسه هذا السن او هذا العمر يعني لسه مستمر، فاتمنى ان شاء الله اتحاد الكوره يصدروا قرار بوجود 97 ايضا ويكون موجود في قطاعات الناشئين.
تتوقع السنة الجاية 97 يكون دي مسابقة برضو شباب ولا ممكن السن ده يتلغى؟ والله احنا إدارة النادي بعتت جواب للاتحاد بحيث ان احنا نقدر نعرف اذا كان هيبقى فيه 97 السنة الجاية ولا لا. عايز تعرف من بدري؟ عشان نقدر نحضر نفسنا ونجهز لعيبتنا ونجهز شغلنا للسنة الجاية. طيب يعني خلاص واتحاد الكرة رد ولا لسه؟ لا لسه احنا منتظرين الرد بتاعه. فاحنا منتظرين. احنا دايما في تواصل مع الاتحاد بس هو لسه الرد بتاع اذا كان في 97 او 98 سنه جايه لسه مش عارفين. طيب اخيرا الدكتور وانت موجود في الـ في الـ في المباريات اكيد في ملاعب سيئه بتؤدي الاصابات. واجه النادي الاهلي السنه دي كان ملاعب سيئه في مشوار البطوله ادت لاصابات لاعبين؟ يعني في الحقيقه هي مشكله قابلتنا في ملاعب كتير جدا. ملاعب كتير ويعني وفرصه ان احنا نطرح المشكله دي دلوقتي لان احنا سهل جدا ان احنا نتفاداها. انا عايز بس اقول ان 97 ده فريق كبير, فريق شباب يعني مش فالافضل ان احنا نحافظ عليهم اكتر من كده, ان احنا نلعبهم في ملاعب تكون احسن من كده شويه. طبعا لازم يكون نفس. احنا بنحاول ان احنا نركز على دوت في الشغل بتاعنا كاعداد بدني. تمام. ان احنا نجهزهم ان هم يلعبوا فعلا في ملاعب تكون انما برضو بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نتفادى وربنا بيسترها ان شاء الله. واحنا بنبارك لكم يا شباب على هذا الانجاز اللي انتم تستحقوا فعلا عليه التكريم. هنروح دلوقتي استقبل ايضا الجهاز الفني بقياده الكابتن عمرو انور اللي توج ببطوله الجمهوريه قبل انتهاء البطوله باربع اسابيع.